ونطلق الكلمة لزميلتي المحترمة الأستاذة فاطمة الزهراء العدادي لاستكمال برنامج حفل التكريم لهذا اليوم، فلتتفضل مشكورة. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بوجدة، السيد وكيل عام لدى محكمة الاستئناف بوجدة، السيد رئيس المحكمة الابتدائية بوجدة، السيد وكيل الملك لدى محكمة الابتدائية بوجدة، السيد النقيب هيئة المحامين بمحكمة الابتدائية بوجدة، السيدة رئيسة كتابة ضبط الابتدائية بوجدة، السيد رئيس كتابة النيابة العامة بمحكمة الابتدائية بوجدة، السادة الأفاضل والسيدات الفضليات، ها نحن اليوم نجتمع لتكريم قضاة مميزين مما حملت على أكتافهم طوال السنين المنصرمة مسؤولية الارتقاء بمؤسسة القضاء داخل قصر العدالة العتيد، والذي ما كان يصل إلى ما وصل إليه اليوم لولا جهودهم الكبيرة، فهم بحق ضربوا لنا المثل على ما يجب أن يكون عليه القاضي المستقل النزيه والمثالي، وقد أجادوا في خدمة المؤسسة القضائية، وهم ممن دادوا على تأدية المسؤولية القضائية التي أكلت إليهم، فكانوا بصدق قدوة لغيرهم من القضاة العاملين بقصر العدالة، ونموذج فخر يعتز ويحق لنا الفخر بهم، ونحن لسنا بغافلين عنهم، ولعل تكريمهم اليوم لخير دليل على الاعتراف بخدماتهم السديدة، ومهما كرمناهم لن نوفيهم حقهم، فعطاؤهم كبير ومجهوداتهم غزيرة، ولا توجد الكلمات التي تضاهيهم مقامهم، ولا يسعنا إلا أن ندعو لهم دعاء الصالحين أن يوفقهم الله في أماكن عملهم الجديدة، فليس لكل امرئ إلا ما اجتهد، وهم المثل القاطع في الاجتهاد، فكانوا بحق رفقة حسنة، وسيظلون في قلوبنا، وستبقى أواصر الأخوة دائمة بيننا، ولعل خير ما نختم به هو شعر المتنبي عندما أنشد: أما الفراق فإنه ما أحد، هو توأمي لو أن بينا يولد، ولقد علمنا أننا سنطيعه لما علمنا أننا لا نخلد، وإذا الجياد أبا البهي نقلننا عنكم، فأردأ ما ركبت الأجود، ما خص بالدم الفراق فإنني من لا يرى في الدهر شيئا يحمد. وعلى قوافي أبيات المتنبي نودعكم قضاة أعزاء، وسنبقى على صدى ذكركم زملاء أجلاء، نذكركم ما حن الوليد لأمه حنان الإخوة الكرام. والسلام.